دونك بعد الثورة يقولوا أنك تحرمت من كارتاج عام 2012. شنو هي المشكلة؟ تهموني أنا من الأزلام بعد اتضح لي أنا منيش من الأزلام وما حد جابوا حتى حجة واحدة أغنايا بركة ولا انخراط في الحزب القديم مع كل الاحترام. ما عمري ما انخرطت في حزب وما عمري مش حنخرط في حزب. أنا راجل أنا ملاحظ وأعبر وأنا بوق وصوت هذا الشعب وأريد أن أكون المرآة التي تعكس ما بداخل هذا الشعب اللي هو مني وأنا هو مني وأنا منه. هل حاس في نفسك 2012 أنك تتحرم من كارتاج بعد الكارير الكبير ده؟ أنت حسيتها ولا والله لا لا أنا استغربت أنا تمام أما استغربت معنى التخرج. لا عليش استغربت بالاتهام بالاتهام. هل كنت معناتها ما ماكش منخرط بون اي اما معناتها عادي جدا وقتها فمش في نجم يكون شكون يقول لي معناتها ليت انا العباد اللي ما نفهمهمش اليوم هو العباد اللي يخرجوا اليوم يقول لك والله انا كنت مناضل قبل ونقول لي لا ما فهمش كل نجم يقول لي اللي قال لي راه مش موجود في تونس اصلا معناتها نجم يكون النظام السابق ولا الرئيس السابق ولا الرئيس المخلوع بن علي ينجم يكون عنده محبة خاصة ليك وذا عادي انت فنان كبير. ايش هي المشكلة؟ فوالا جوستومون شنو المشكل؟ شنو هي المشكلة؟ شنو الميزات اللي خذيتهم؟ فوالا شنو المشكل؟ شنو هي شنو هي الميزات اللي خذيتهم؟ شنو هما اللي خذيتهم؟ كان تعمل على حفلات كارتاج ترجع بالتاريخ في كارتاج نتحدى أي واحد. قول لك لطفي بوشناق عمل الكارتاج حفل يشبه على اللي قبله. كل حفلة عندها سياستها وعندها مينيموم 70% جديد. 70% جديد كل وكل حفلة عام حفلة جديدة. وكل عام في أوروبا يعملوا برنامج يخدموا به 10 و15 و20 سنة. أنا كل عام نعمل برنامج جديد ومن غير دعم حتى دعم. أتحدى مسؤولين لقدم والحاضرين يقول لك لطفي بوشناك خذ دعم في عمل فني ولا طلبت منهم دعم. نخدم على روحي والحمد لله. آخر مرة قابلت بن علي كان وقتش في هذه قصة طويلة مش نحكيوها مش وقتها. لا وقتها لا مش وقتها لا والله وقتها لا لا والله يا سي لطفي وقتها أنا نحب نعرفها الليلة دلل عليك الليلة نقولها ولا ما نقولهاش؟ قولها حمزة مازال أهو شي يا حمزة مرحبا يا حمزة قولها يا حمزة. ايه هو يعرف ما قرأ قلق قولها حاسيله لا بس خليه عاد والله لا والله صدقني تعرف اللي يسمعوا كل توا والله رم قوي في الراديو والله. ايه شنو اللي صار مع بن علي في اخر لقاء؟ اللقاء الاخراني انا صارت الاعتداء على غزة 2004 كلمتني زينب فرحات مرت سي توفيق الجبالي قالت لي راه فما تظاهره لدعم غزه وقت نذكر في شارع الحبيب وفي شارع محمد الخامس فمظاهره نظمها وقتها يظهر لي هي الاتحاد يا معاش حاسيل مشيت بكل تلقائيه عملت مشيت لنجم محمد الخامس نلقى سي نجيب الشابي هو اللي عامل التظاهرة راني من بعيد حطني معاه في الصف الأولاني حطني في يد مشى فيا استفيد قالوا معناتها انت وقتها معارض نجيب الشابي واضح وهذا يثبت اني ما كنتش معاهم ما نجمش تكون في حزبين وانا هكاك مشيت بتلقائية وزينب فرحات مشى فيا استفيد اول حاجة عملوا لي بتصاور رد رسمه فيسكال رغم اللي اثبت ما جبت فلوسي من برا ومديكلاريه في الديوانة وسي توفيق بن فرجي كان يسمع فيه قعدت بعد اسبوع ولا اسبوع 10 ايام وانا نجبت في الاوراق اللي دخلت بيهم من فلوس قعدت من بعد التضح ويمكن عملوا سقصا اللي معناتها انا ما كنتش معاهم ومعناتها مشيت عفويا وكل شيء كانوا صارت له كي ردة الفعل معناتها ندم اي وعملوا لي عقله على داري اوكي وقابلني وشكرني وقال لي راني فخور بيك وكذا قلت بارك الله فيك عيطتك بالذمه اي نعم وتعديت في الخبر الاولاني تعديت قال لي ما سمعت عندك قال لي سمعت عندك مشكله
قلت راهو عملوا لي كذا وكذا وراني جبت ما يثبت هذا. قال لي لا حول ولا قوه الا بالله. قال لي ثور لي قلها ياك هاو. مشى 21 فيفري 2011 عقل على داري مرة أخرى. أي لا بيان سير. قداش فيها؟ كانت 280 ولا 480 معتها. عمل دار معناتها الحمد لله عمل دار ياك عنده لي عليها عقل معتها. مستغربين كيفاش عندك دار. أي هكا هذيك هي سيدي.